مرحبا بكم جميعا في رحاب جمعية لقاء للتنمية والصحة والشباب بلدية ردع دلقبالة. في إطار النشاطات الثقافية والتنموية التي تقوم بها جمعية لقاء في بلدية ردع دلقبالة بجمعية كب اليتيم المحلية نجح إلى 100 من النقد البناء. حينما نحتفل بهؤلاء نقول لهم أنهم يحملون ميراث الأنبياء. تصيء به مقاتل من أردت، وكنز خفيف حمله يوجد حيث كنت. تكريما للطالبين للطلاب والطالبات الناجحين في شهادة البكالوريا، وإن شاء الله تكون أفراح وتكريمات أخرى للمتفوقين بشهادة البكالوريا على المستوى الوطني. رئيسة المجلس الأعلى للغة العربية. للغة العربية. يسلمها له. التكريم من طرف رئاسة الجمهورية. من طرف رئاسة الجمهورية. عبر المجلس الأعلى للغة العربية يتفضل رئيس جمعية لقاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. التلميذة نويكس هنادي شعبة علوم تجريبية بثانوية الشهيد قسوم العيد، متحصلة على معدل 18.59 برتبة امتياز في شهادة البكالوريا. الحمد لله كله يعود لفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه أن وفقني ويسر دربي في تحقيق لهذه النتيجة، وسخر لوالدي اللذان قدما لي كل الدعم وكل أساتذتي في ثانوية الشهيد قسوم العيد. بفضل الله سبحانه وتعالى تمكنت من الحصول على هذا المعدل بفضله سبحانه، بفضل الجهود التي قدمتها خلال السنة الدراسية من خلال المراجعة والمتابعة الدائمة للدروس واستغلال كذلك فترة الحجر الصحي في التحضير للبكالوريا، بحيث لم أدخر أي جهد في البحث عن المراجع وتطوير المعارف وتأكيدها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كانت دورة استثنائية لهذه السنة بكالوريا 2020، وبالتالي بالتوفيق لجميع الراسبين في هذه الشهادة العام المقبل. معكم التلميذة أحلام علي صوشا من ثانوية المدخل الغربي. بمعونة الوالدين الكريمين بعد عون الله تعالى نحمده ونستعينه، هو الشكر الموصول والكبير جدا للوالدين الكريمين على عونهما، كذلك للأسرة التربوية من مدير وإلى الأسرة التربوية كاملة. وشكرا. أشكر كل من ساهم في هذا النجاح من قريب أو من بعيد، بدءا بوالدي الكريمين حفظهما الله، وكذلك ذات يوم من السنة الأولى ابتدائي وحتى السنة النهائية أقول لهم دمتم شمعة تحترق لتنير دروب الآخرين، ودمتم كأسا يرتشف منه كل متعطش للعلم. وأشكر كذلك من ساهم في هذا النجاح وكانت له يد سواء من قريب أو من بعيد ولو بكلمة ترفع المعنويات. الدكتور فاتح مرزوق من جامعة عبد الحفيظ بوصوف ميلا، وأصل من ولاية المسيلة بلدية ولاد علي القبالة. اليوم نحن نادي عدي الأدبي والثقافي يقيم هذا الحفل التكريمي لزملائنا التلاميذ في شهادة البكالوريا. قدمنا له مجموعة من الكتب وبعض الشهادات، شهادات خاصة بجامعة لقاء وشهادات خاصة بنادي عدي الأدبي والثقافي، وقد كرم علينا المجلس على اللغة العربية كذلك ببعض التكريمات وشهادة للتلميذة الناجحة في المستوى الولائي. فنشكركم على هذه الالتفاتة، نشكر زملائنا التلاميذ، نبارك لهم هذا النجاح. إن شاء الله سوف يكون لنا نخبة المجتمع، وهذا هو الذي نريده وهذا هو الذي يسعى إليه نادي عدي الأدبي والثقافي. أشكركم شكرا واسعا الموصول، ومزيد من النجاحات والتألق والتألق. والسلام عليكم.